قبل ما استقبل ضيفي الكريم، عايز اكد على اهميه معسكر الاهلي في كرواتيا، وعايز اكد على التزام كالتيرون الواضح جدا جدا ان مفيش اي مجال للهزار يا جماعه، مفيش اي مجال للهزار. محمد يوسف قبل كده وقع غرامه ماليه كبيره على وليد ازارو لعدم التزامه، وايضا كالتيرون وقع غرامه صعبه جدا، ان هي يعني كمان مش بفلوس، يا ريتها كانت بفلوس، يعني الغرامه لما تكون بفلوس سهله، لكن انا امنع لعيب ان هو يطلع معايا معسكر، دي صعبه جدا جدا. عشان كده كله يشتغل، واعتقد ان هو جرس انذار لكل اللاعبين. ان شاء الله يكون في نجاح قريب جدا، البعثه وصلت الحمد لله، وان شاء الله تتوجه لمعسكرها، وان شاء الله يكون معسكر ناجح باذن الله لمواجهه بطل بتسوانا تاون شيب، المباراه اللي بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي. هنطلع